دي مارلا القمر، ودي فرانسيس قلب القمر. بتصرف مارلا على أسرتها من خلال اصطياد المسنين الأغنياء والاتفاق مع الدكاترة النفسيين بتوعهم إنهم يعترفوا قدام المحكمة إن الأشخاص دول غير قادرين على الاعتناء بأنفسهم. فبتقوم المحكمة بتحكم لمارلا بفرض وصيتها عليهم، فتقوم مستضيفاهم في الدار ومأكلاهم ومشرباهم ومديهم الدواء اللي بينسيهم الألم وينسيهم الهم وينسيهم اسمهم، وتقوم بايعاهم أعز ما يملك ممتلكاتهم علشان السن ده ما فيهوش غير كده، وبتقوم بعزاء فلوسهم على مرتبها ومرتب الشركة وعلى مرتب موظفين الشركة وعلى أجرها في الفيلم. ولما أبناء المسنين دول بيروحوا يشتكوا مارلا في المحكمة ويقولوا إن أهلهم أصلا صحتهم كويسة مش محتاجين حد يرعاهم، يعني ده الدهن في العتاق حتى، بتقف بقى مارلا قدام القاضي وتقول له: سيادة القاضي، حضرات المستشارين، الدهن لو كان في العتاقي كان الشباب بقى مش لاقي. وفي يوم بتدخل مكتبها وبتتأمل في صور الحالات اللي عندها على الحيطة، فبتقول: إيه الحلاوة والطعامة دي، هم دول الشباب، هم دول اللي هيبنوا المستقبل بتاعي. وبيتصل بيها سام مدير الدار وبيقول لها إن في نزيل عندنا اسمه ألان ليفيت، مش عارف عارفاه ولا لا. فقلت له: انا ما بعتمدش اسامي، قول له ثروته كام وانا هفتكره على طول. وبتعرف من سام انه مات. فبكده بقى عندهم مكان فاضي في الدار، وان في مكان عندهم متاح لانسان مسكين بره الدار محتاج مساعده، نايم في البرد بيتكتك تحت التكييف. بتطلع مارلا هي وفرانسيس الجيرل فريند بتاعتها على عياده الدكتور كارين اللي بتساعدهم في عمليات الاحتيال بتاعتهم. وفي الطريق بتبص لفرانسيس كده وتقول لها: ما تجيبي وصله الشحن بتاعك اشحن موبايلي. ففرانسيس قالت لها: مش هينفع والله، اصل المخرجين بتوع الوصله شبه بعض. وبترشح لهم كارين واحده غنيه اسمها جينيفر بيترسون، ست عجوزه في السن، ملهاش زوج، ملهاش ابن، ملهاش قرايب، ملهاش جار، ملهاش عيله، ملهاش دعوه. فبالنسبه لهم دي هتبقى فريسه سهله. وبتقوم كارين بصل مارلا وقايله لها: هتاخدي بالك منها صح؟ فقامت مارلا مديالها ورقه قبل ما تمشي، فكارين بتقول لها: ايه دي؟ فقالت لها: ده عنوان مكانها في قلبي. بتروح كارين المحكمه وبتشهد ان جينيفر انستون محتاجه حد يتوصى بيها، وبتاخد مارلا قرار الوصايه وبتطلع بيه على بيت جينيفر وبتقول لها: انا معايا قرار من المحكمه ولازم تتحركي معايا حالا وغصب عنك مش بإرادتك. وبتاخد جينيفر وبتطلع بيها على الدار وبتوريها اوضتها وبتقول لها: هو الانسان عايز من الدنيا غير اوضه شرحه وبرحه وفرشه ينام عليها وحد يخدمه وفلوس يصرف منها العمر كله؟ وبتقلب مارلا تليفونها وبتطلع مع فرانسيس على بيت جينيفر، واول ما بيركبوا العربيه بتبص لفرانسيس وتقول لها: معاكي شاحن؟ قالت لها: الكابل اللي معايا ما فيهوش ولا جاك والله. بيوصلوا البيت الفقيده وبيفضلوا يقلبوا فيه عشان يدوروا على اي حاجه عليها القيمه، وبتقلب في الحاجات اللي على التسريحه بتاعتها لحد ما بتلاقي مفتاح مستخبي تحت درج الكوميدينو، فبتاخده وتقول لنفسها: اكيد المفتاح ده بيفتح حاجه مهمه جدا، ده اكيد مفتاح النيش. وبيحطوا عفش بيتها كله في مزاد وبيبيعوه قطعه قطعه، وبتروح فلوسه لحساب الدار. وبتروح مارلا البنك اللي جينيفر حاطه فيه فلوسها وبتديهم الامر القضائي والمفتاح اللي لقيته، وبتفتح الخزنه بتاعتها في البنك وتقلب المجوهرات اللي فيها، وساعدها في دهن المجوهرات مش متسجله على الورق، وبيبتدوا يدهنوا البيت بتاع جينيفر عشان يبيعوه في مزاد خيري. بتروح فلوسه لعلاج سرطان ازاز العربيات بتاعت مارلا. ده بقى رومان لونيوف، زعيم عصابه كبيره قوي بتتاجر بالبشر والمخدرات والاسلحه والكمامات والكحول، ويبقى الابن السري لجينيفر بيترسون. بيعرف باللي حصل فبيبعت دين اريكسون المحامي بتاعه يتفاوض مع مارلا ويقول لها: اكيد كل المسنين اللي في الصور دول بيحتاجوا منك مجهود كبير في رعايتهم. فمارلا قالت له: حصل. قال لها: بس جينيفر انستون موكلتي مش محتاجه رعايه. فقالت له: ما حصلش. قال لها: انا عارف ان رعايتك مميزه وناس كتير نفسها تيجي هنا. حصل. بس انا عارف وانت عارفه ان صحتك كويسه ومش محتاجه الكلام ده. ما حصلش. بصي، انا عارف ان شركتك فعلا هي افضل مثال للحلم الامريكي. حصل. بس انا عارف انت بتعملي ايه، وانا عارف انك نصابه وعارف ان كل ده سبوبه. ما حصلش. انا عارف برضو انك جبتيها الدار بناء على شهاده الدكتوره بتاعتها. حصل. بس انا عارف انك متفقه معاها. ما حصلش. انا عارف كمان برضو انك هتطلعيها وتديها لي. حصل. ايه ده؟ لا انت بتخم. فقالها: شفتي، انت اللي قلتي بلسانك اهو. وبيعرفها دين انه ما عندوش اي مشكله في اللي هي بتعمله، ولكن جينيفر بيترسون خط احمر وقال لها: انا اكبر غلطه عملتيها في حياتك. وعرض عليها انه يديها 150 الف دولار عشان تمشي الدنيا. فبتقول: انا المبلغ ده ما ينفعنيش، انا عايزه 5 مليون دولار. فقال لها: 5 مليون زرار ازاي يعني؟ وبيسيبها ويمشي بعد ما هددها بالقتل. وهو طالع بيرجع تاني ويقول لها: اسمعي مني، خد الفلوس. قامت عامله له ميوت. بتحاول مارلا انها تعرف من جينيفر مين المحامي ده ومين اللي بعته، خصوصا انها عارفه ان جينيفر ما عندهاش اي قرايب، ولكن جينيفر بترفض تقول لها وبتهددها انها لو ما طلعتش من هنا مارلا هتتاذي، وبتقول لها ان اللي فات ظلم واللي جاي قرب يوصل. وقامت قايله لها مارلا: انا اكبر غلطه غلطتها في حياتي. فبتتعصب مارلا وبتدخل لسام وبتطلب منه ان يمنع عن جينيفر الادويه ويقلب لها مواعيد نومها، وتطلع بس من اوضتها نص ساعه في اليوم، ويمنع عنها الاكل الا اللي يا دوب يعيشها، وممنوع التلفزيون وممنوع الرياضه، وتسمعوها اغاني حمو بيك 24 ساعه. بيكتشف رومان ان مارلا سرقت الالماس بتاعه، وبيخلي دين يروح يرفع قضيه باللي حصل، وبيقول للقاضي ان مارلا بتتلاعب هي وكارين الدكتوره النفسيه عشان تقدر تفرض وصيتها على الضحيه، وبترفض تخلي الضحيه تقابل المحامي بتاعها، ولما رحت لها المكتب هددتني وشتمتني وسبت لي. فالقاضي بص لها وقال لها: ده حقيقي فعلا؟ انت سبتي لدين؟ قالت له: والله ما سبت له. فقام دين قام للقاضي وقال له ان موكلته صحتها كويسه وبومب وزي الفل، والدهن في العتاق
بتسرقي برضو. فبتقف مرة قدام القاضي وتقول له: سيادة القاضي، حضرات المستشارين، الدهن لو كان في العتاقي ما كانش الشباب خدشوا حقيقي. فبيرفض القاضي دعوة الدين بحجة نرتاح للكلاينت، وعشان كمان مفيش إثبات رسمي إن دين يبقى المحامي بتاعها. بتدخل فرانسيس على مارلا في مكتبها وتقول لها: الحقي مش جينيفر ماتت؟ فقالت لها: سابت كام؟ قصدي سنة كام؟ قالت لها: سنة 1949. ماتت وهي عندها 3 شهور و9 أيام بمرض شلل الأطفال. فبكده الست اللي جوه دي مش جينيفر الحقيقية، وبيكتشف إن ابنها مزور لها هوية جديدة عشان محدش من العصابات المنافسة ليه يعرف إنها أمه فيصاحبها. وبتفشل كل محاولات رومان إنه يسترجع أمه، خصوصا بعد ما بعت رجالته يحاولوا يخطفوها من الدار وفشلوا. فبيقرر إنه يلجأ للحل الأخير اللي ما كانش عايز يلجأ له. ألو، سلام عليكم، ممكن أعمل أوردر؟ وفي يوم ومارلا قاعدة في الجيم بتلعب رجل ودراع وكتف وبتاع، بتشوف في التلفزيون خبر وفاة كاترين الدكتورة. فبتروح مارلا لجينيفر اللي بتقول لها: أنا سمعت الخبر بتاع كارين، وأنت هتبقى القتيلة الجاية لو ما طلعتيش من هنا. فبتشد مارلا نفس من الكشاف اللي في إيديها وبتقول لها: اسمعيني كويس، أنا ما بخسرش وما بهزرش وما بنهرش، وقولي اللي وراك اللي عندك أعمله ويحاول ما يتأخرش، وأنت هتفضلي هنا في الدار عجوزة محبوسة ذليلة وحيدة. فبتتعصب جينيفر وبتحاول تقتلها. انشف يا ريكو. ولكن مارلا بتستغل اللي حصل ده وبتقدم دعوة في فيديو مسجل للي حصل عشان تثبت إن جينيفر مريضة نفسيا، وبيتم نقلها المصحة نفسية. وبتروح مارلا وفرانسيس مكان يستخبوا فيه وبتقول لها: ما تقلقيش هنبقى كويسين. وبتسألها: معاكي شاحن أشحن بيه تليفوني؟ فقالت لها: الشاحن نفسه متوتر أصلا ومحتاج يتشحن، فسيبيه في حاله الله يكرمه. ولكن رومان بيقدر يخطف مارلا وبيطلعوا بيها على طريق الواحات وبيعذبوها، وبيوريها رومان فيديو لأمها وبيهددها إنه ممكن يقتلها لو ما قالتلوش مكان الألماس ورجعت لأمه. فبتقول له: هسألك سؤال بأمانة، يعني ده منظر واحدة ليها أهل؟ ده أنا لو طول أجيبها عندي الدار أجيبها. فبيقول لها: هقتلك. قالت له: هسألك سؤال بأمانة، يعني دي منظر واحدة فارق معاها إنها تموت؟ ده إحنا عايشين عليها ضيوف. فقال لها: طب والعمل؟ طيب أخد أمي إزاي؟ انصحيني أرجوك. قالت له: هسألك سؤال بأمانة، يعني دي منظر واحدة مش ممكن تشتريها بالفلوس؟ إديني 10 مليون دولار وأديك أمك ومعاها 3 نسوان كمان من الدار قطع غيار. فقال لها: كم؟ أنت عارفة أنا أكبر غلطة غلطتيها في حياتك. فقالت له: بص يا حبيبي، عشان نخلص من الحوار ده، أنا ليزبيان، فلو أنت غلطتي أكيد مش هتبقى حابب تعرف الغلطة دي كانت مع مين. فأمره نتضايق وأمر رجالته يتخلصوا منها، فبيمسكوها إزازة خمرة وبيركبوها العربية وهي مغمى عليها وبيلفقوا لها حادثة. ولكن مارلا وهي على الطريق بتلبس نقرة بتسمع في عفشة العربية، فبتترزع دماغها في السقف وبتفوق، وقبل ما العربية تقع في المية بتاخد نفس. بتفضل قاعدة بيه تحت المية 4 أيام لحد ما بتقدر تنقذ نفسها، وبتجري على البيت فبتشم ريحة غاز. فبتطلع المطبخ بتلاقي فرانسيس ممدد على الأرض، فبتجري عليها وتقول لها: يا اسطى هو ده وقت السيشن تصوير؟ وبتنقذها وبينفجر البيت. وبتبص مارلا لفرانسيس وتقول لها: معاكيش شحن؟ فقالت لها: يا اسطى الوصلة اتحرقت خلاص، وبالمناسبة أنا نسيت الرخص فوق، لفي عشان في كمين. بتهرب مارلا وفرانسيس لمكان جديد، وبتكتشف فرانسيس إن مارلا عملت نمرة عربية مارون تاتو على إيديها، وبيقرروا إن هم هياخدوا بطارهم وهيزوروا في بيته زي ما هو زارهم، وبيتتبعوا نمر العربية وبيعرفوا مكانها وبيروحوه، وبيكتشفوا إنها عربية السواق مش عربيته فبيتتبعوه، وبيدي إشارة وبيكسر الطريق فهم كمان بيكسروه، وبيقوم نازل من العربية وداخل الشركة، فبتدخل مارلا وراه عشان يقفشوه، وبتدخل الجراج فبتلاقي السواق بيمسح العربية، فبتقول له: سمعت عن مهرجان أهلا بيكو للنجم حمو بيكو؟ وبتدخل تدي حقنة مخدرة لمارون، وبيجي الحارس الخاص بتاعه ينقذه، فبتقوم شحناه، وبتخطف رومان في العربية بتاعته وبتطلع بيها على حتة مقطوعة، وبيولعوا في العربية وبيسيبوه عريان في الطريق لحد ما بيجي فعل خير ماشي في الغابة وشافه صدفة، فيقوم بايسه وحطه جنب الحيط. بيتنقل مارون للمستشفى وبيصحى بيلاقي مارلا في وشه وبتقول له: الله على الحوادث الحلوة دي بقى. وبتطلع له استمارة المستشفى وبتقول له: إن بالنسبة للمستشفى أنت شخص مجهول، كنت هتموت بجرعة زيادة، فالدولة عينت واصي عليك يعالجك ويراعيك. طبعا أنت عارف الشخص ده يبقى مين، صح؟ فقال لها: إيه؟ عرفات ولا مين؟ فقالت له: أهلا بيك في دار رعاية أم المصريين. بتاخده مارلا للدار بتاعتها وبتقعد معاه قدام الشباك وتقول له: بما إن الوصية عليك دلوقتي فأنا بقول لك إن من مصلحتك إنك تديني 10 مليون دولار. فقال لها: طب ومش خايفة أقتلك؟ قالت له: ما أنت حاولت وفشلت. قال لها: لا، العلم اتطور دلوقتي، ممكن أقتلك في سريرك وتبان موتة طبيعية. فقامت افتكرت اللي عملته فيه وقامت بصله من فوق لتحت وقايله له: كان العلم نفع نفسه. وبيقول لها رومان انه موافق انه يديها ال 10 مليون دولار، ولكن عنده اقتراح بديل، وقال لها: ما تيجي نبقى شركه ونشتغل سوا، انا معايا فلوس وانت عبقريه، وممكن نعمل سوا مؤسسه فيها 80 شركه وصايا ناكل بيها السوق، وهيبقى تحت ايدينا الاف الحالات اللي هنستنزف فلوسها، وهيبقى معاكي فلوس كتير ما تتعدش. فقامت مارلا قالت له: انا موافقه، بس احنا هنثق في بعض ازاي؟ فقال لها: هنشمشم في بعض، اصل احنا كلاب. بتعفوا مارلا عن مارون وبتعفوا عن جينيفر امه، وبيقسموا الالماس
بالنص، وبيصنعوا سوا أكبر مجموعة شركات وصايا في المجموعة الشمسية، وبتتشهر مارلا أكتر وبتدي كورسات وبتطلع على أغلفة مجلة الكواكب ووشوشة، لحد ما بتيجي الخبطة الكبيرة وبتطلع تحكي قصة نجاحها في إكسترا نيوز. وبتنزل من الاستوديو وبتقابل فرانسيس صاحبتها وبتقول لها معاكيش شاحن؟ ففرانسيس قالت لها معايا باور بانك مشحون على الآخر. وبيجي فيلد ستروم واحد أمه كانت نازلة عند مارلا في الدار، ويقوم رافع عليها المسدس وسط الشارع ويقول لها مارلا أنا أمي ماتت، وبيقوم ضاربها بالنار، فبتقع على الأرض وبتمسك في فرانسيس وتقول لها مش هتسيبني مش هتسيبني صح؟ ففرانسيس قالت لها نبيل لازم يعيش عشان عزت يخش السجن. ما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة، وتعملوا فولو لأحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.